السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هاد لا فيديو تكونوا في احسن الاحوال. كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم هاد البليصه اللي دوزت فيها العطله ديالي، وسبق لي وعدتكم باش غادي نوريها لكم ان شاء الله بحول الله. وهاد البلاصه هادي راه معروفه في اتجاه ديال الشمال، ما بين كاسيخو وما بين الرينكون. غادي نوريكم الخرجه ديال الوجه ديال هاد البلاصه هادي باش تعرفوا المكان. كما كتشوفوا هنايا كاينه الباركين ديال السيارات ديال الناس اللي كاريين. وبغيت نشارك معكم هاد لا فيديو باش تعرفوا اكثر على هاد البلاصه هادي، اللي بغى يجي يقصد هاد المكان هذا يدوز فيه وقيت يكون داير عليه نظره وعارف المسائل اللي فيه، شنو عنده في الداخل، شنو كاين، شنو البارتمات كيفاش دايرين. ها انتم معايا غادي ندخلوا البارتما اللي شدينا، وغادي من بعد غادي نكملوا الحديث ديالنا ان شاء الله. تشوفوا اكثر على هاد الوطيل هذا او هاد المجمع ديال السكن. خليكم معنا، ما تمشيو فين، تابعوا الفيديو الى الاخر، غادي يعجبكم بزاف البنات. رجعنا لكم البنات من بعد ما درنا دويره في البارطمان وشفناها من داخل كيفاش دايره وشنو فيها من داخل. دابا غتمشيو معايا باش نوريكم اتجاه ديال لابيسين. وهذا هو المجمع، من الوسط ديالو كامل فيه الجرادي.
هذا هو الباركو ديال البارتما اللي شادين، وهانتوما معايا البنات، ما بغيتش نفوت هذه الفرصه هذه باش نوريكم هاد البليصه الرائعه. زعما الصراحه الله تمنيتكم كاملين تجيو وتدوزوا فيها وقيت غزاله زعما تبارك الله عليهم. ما عندي ما نقول من ناحيه النظافه ولا من ناحيه التجهيز، من ناحيه اي حاجه اي حاجه، زعما الصراحه الله يسهل هاد المجمع، يسهل الواحد يجي ويدوز فيه وقيت. هذه هي الوسط اللي كيطل على كاع البارتمات، والتحت كاينه لابيسين، ومن بعدها كاينه البحر. لا بغيتي تهبط للبحر غادي نوريكم كل شيء ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا هذه هي البليصه اللي كيجلسوا فيها الناس هذا في لابيسين، الجهه ديال الكبار، ومن اللي هي كاينه الجهه ديال الاطفال، ومن بعد كاينه لتحت كاينه البحر. يعني اللي ما بغاش يعوم في لابيسين يهود البحر ويتبحر في البحر. انا كنقلب على ولدي نزل فوطه بعدا يمكن هبط البحر او لا. هو لقيته كيغسل هاد البلاصه هادي كيدوشو فيها، ومن بعد كاينه الطريق من لهيه اللي كتهبط للبحر. كاين هاد الدروج هذا منه هو اللي كيهبطوا عليه. هاد الاتجاه هذا ديال البحر خاص بالناس اللي كاريين. الله منظم، وحتى النظافة في البحر كينقيو، يعني زعما جميع المسائل. ما عندي ما نقول، غادي نهبط باش نوريكم لابلاج عن قرب. وهذا هو لابلاج ديال المجمع، انتما كتشوفوه مجهز، فيه الباراسولات، فيه الكراسه، فيه يعني متوفر معايا فيه نديرو جميع دويره في المسائل. المدينه وتشوفوا المناظر ديال المدينه في الليل، ديال المرتيل، ديال الرينكون. خليكم معايا في هذا الفيديو. هذا كما كتشوفوا هاد البلاصه هذه كلها باركين ديال هذا المجمع هذا ديال السيارات اللي كاين الناس اللي كيخيموا. وغادي تمشيو معايا ان شاء الله بحول الله تشوفوا المدينه في الليل، غادي تعجبكم بزاف. البنات بالنسبه لهاد البلاصه هذه تيقولوا لها مارينا، ما بين كاسيخو وما بين الرينكون. دي معروفه هاد البلاصه هذه، هذه هي الدخله ديالها، سميتها مارينا. والناس اللي بغاو يجيو يدخلوا ويجلسوا فيها شويه راها غزاله الصراحه الله. ما نقول لكوش كي دايره الصراحه الله، كتحمق. وخليكم معايا في هاد المساريه هذه في الليل، تشوفوا الاجواء كي دايره بالليل، ونرجعوا نتلاقاو ونكملوا الحديث ديالنا ان شاء الله بحول الله. رجعنا لكم البنات من بعد ما درنا دويره شويه في المدينه وانتم معايا. دابا غادي ندخلوا باش نديروا دويره في لابيسين في الليل. كيكون جو رائع البنات، وبغيت نشارك معكم هاد المنظر في لابيسين بالليل وتشوفوا الاجواء كيفاش دايره.
كيكون غزال المنظر، يخرجوا الناس يجلسوا في جنب ديال البحر، وهنا عاوتاني كذلك الجهة ديال البيسين غادي ندير فيه دويرة خفيفة قبل ما يبداو يخرجوا الناس، باش ما تيبغوش الناس تصوير. وحتى وبغيت نشارك معكم بأي وجه كان هاد المناظر الغزالة، الصراحة الله هندير فيه دويرة وهانتوما معايا. رجعنا لكم البنات من بعد ما صبح الحال وطلع النهار، غادي نخرجكم شوية مع 8 ديال الصباح، وغادي نمشيو شوية للبحر، ومنها نختموا هذا الفيديو هذا اللي كانت جولة رائعة شاركتها معاكم من اولها حتى لاخرها، ما بخلت عليكم حتى بشي حاجة. نيت لكل واحدة فيكم تجي لهاد البلاصة هذه، يعني راها بلاصة غزالة الصراحة الله، تستحق الواحد اللي يجي ويجلس فيها ويرتاح فيها شوية. وكان هذا هو الصباح ديال اليوم التالي اللي جلست فيه، وكما كتشوفوا البحر باقي خاوي، ما كاين حتى شي واحد هابط، غادي نهبط غير انا جلست انا شويه انا والعائله ديالي، ومن بعد غادي نتوكلوا على الله. وكنقول لكم البنات كنشكركم بزاف، كملتوا معايا لا فيديو الى الاخير، وكنتمنى لكم التوفيق حتى نتوما، وكنتمنى للجميع. وما تنساوش كذلك البنات تبارطاجيو والبصيمة البنات باش تعمل فائدة للجميع وكل شيء يستافد. وكنقول لكم السلام عليكم، الى اللقاء الى فرصة قادمة ان شاء الله. اتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.